شاء الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. كاميرتنا قدرت توصل هلأ لقلب أرض الخلافة بداعش لتشرح لكم أكثر عن شكل الحكم والأنظمة الداعشية. ومعنا مباشرة ناطق الإعلامي باسم داعش أبو شحاطة بإصبع ليشرح لنا أكثر عن الأنظمة بداعش. صباح الخير. لا تقولي صباح الخير، كل السلام عليكم. طيب السلام عليكم. فينا نعرف بشكل سريع شو مشروعكم العام؟ اسألي وأنا أجيب. شو مشروعكم التربوي؟ نحن مع التربية والتعليم. نعم، نحن سنربي القمل في رؤوس من يعترضنا، وسنعلم العصا على جنابهم، وكذلك سنعترض بعض الأمور التي لا تتناسب مع مخنا وضميرنا، مثل الفلسفة، لأنه نحن لا نحب من يتفلسف علينا، وكذلك لا نحب مادة الحساب، لأن الحساب فقط هو في يوم الآخرة. عفواً، الحساب الآخرة هو غير المحاسبة، بس لم تفهمك. ومن قال لك أنني أفهم؟ ومن قال لكم أنه هناك أحد فينا يفهم؟ على تفهمي؟ طيب وشو كمان؟ وسوف نمنع اطلاق النار في المناسبات السعيدة والحزينة. سوف نمنع اطلاق النار إلا على رؤوس الزنادقة الكفار الأقليات وليس في الهواء. طيب الأقليات شو رح تعملوا فيهم؟ سوف ندوبهم بالمجتمع؟ كلا، بالأسيد. شو؟ وهناك قرار جديد بما يخص الأبقار. سوف لن نسمح للأبقار بالمشي على الطرقات عارية الصدور ومفضوحة. سوف نضع لهم الستيانات والصدريات. نعم، سنعلم المجتمع بعض الآداب. طيب الإعلام والسينما والتلفزيون؟ سوف نقوم بإنتاج نسخة جديدة من فيلم داعش والغبراء، سنسميه داعش والغبراء، وكنا قد أنجزنا بعض الموسيقى التصويرية الخاصة بنا، وهي عبارة عن بعض أصوات الراجمات والقنابل والصواريخ، وكنا قد أعددنا بعض المسلسلات، مسلسلات الإعدامات التي تشاهدونها على اليوتيوب. طيب والرياضة رح تهتموا فيها؟ كنا قد أنشأنا فريقاً اسمه داعش يونايتد للعب بالرؤوس المقطوعة، هيد بول. طيب رح يكون عندكم معارضة وموالات؟ كلا، ومن يعارضنا سوف ندعش بقلبه. شو دور المرأة عندكم؟ يعني مثلاً المرأة اللي بتلبس مثلي أنا شو رح تعملوا فيها؟ أصلاً في دولتنا المرأة غير موجودة إلا في البيت، لذلك نحن مع تحرر المرأة، تحررها من كل القيود وكل القماش، ولكن نمنع المرأة من النوم بجانب الحائط لأن الحائط مذكر، ونمنعها من النزول إلى البحر لأن البحر أيضا مذكر. طيب بنهاية لقائنا كلمة أخيرة؟ هل هذا المصور والذي بجانبه صاحب القصل على صلة قرابة بك؟ لا، ليش؟ الآن القرار يعود لك، أصبحت ملكي. يا مجنون، شو عملت؟ شو قصدك؟ أبو عريقات، ائتني بالحبة الزرقاء. سوف نأتي بنسل داعشي أبيض، فالداخل عندنا مفقود والخارج مولود.